تمكن الجيش الوطني بمساندة طائرات وقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من تحقيق انتصارات ميدانية كبيرة في عدة محافظات يمنية، هذا وقتل 13 من المتمردين في غارات وقصف لمروحيات التحالف العربي جنوب مدينة الحديدة على البحر الأحمر. المزيد في سياق التقرير التالي. قوات الشرعية اليمنية المدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية تحتشد إلى الشمال والجنوب من ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون والمخلوع صالح من أجل تحرير هذا الميناء الذي يتحكم بحوالي 70% من الإمدادات الغذائية والمساعدات الإنسانية لليمن، كما يعتبر المعبر الرئيس لإمدادات الأسلحة والذخيرة للحوثيين. وفي قلب الصراع الميداني شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع الميليشيات في محافظة صنعاء موقعة خسائر كبيرة في صفوفه، وتمكن الجيش الوطني من تحقيق انتصارات كبيرة في محافظة حجة بمساندة من طيران التحالف العربي، وسيطر على أحياء بمدينة ميدي وطوق الجزء الأكبر منها. كذلك تكبدت الميليشيا الانقلابية في محافظة تعز 17 قتيلاً وأصيب العشرات من عناصرها في المواجهات التي دارت اليوم مع أبطال الجيش الوطني غرب مدينة تعز، كما استهدف طيران التحالف العربي موكباً للميليشيات بالمحافظة محملاً بالذخائر ما أدى لتدميره ومقتل جميع عناصره. 15 عنصراً من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية أيضاً لقوا مصرعهم وأصيب آخرون، وقتل 4 من رجال المقاومة خلال التصدي لمحاولة تقدم الميليشيا في جبل نوفان في محافظة البيضاء. أما في محافظة الجوف فحررت قوات الشرعية 3 مواقع جديدة في مديريتي خب والشعف.